الدوري الجديد صفقات الكتيرة جدا، أندية بالغت وأندية اهتمت وأندية ضمت احتياجاتها، بيدينا مؤشر إيه على الموسم الجديد؟ مدينا مؤشر ما عندناش أزمات مالية. أنا اتخضيت. مال كله بيصوت ليه؟ بجد حاجة غريبة جدا. لا ما عندناش أزمات مالية صحيح، يعني عندنا عدد غير طبيعي من الصفقات في كل الأندية، وده حقهم يعني بالمناسبة. حتى الأندية الشعبية زي الإسماعيلي مثلا لما يدعم، لأنه في موقف صعب جدا جدا، بيعاني من الهبوط في السنوات الأخيرة، وبالتالي اللي جاي هيبقى سيء للإدارة. فعشان كده فتحوا الخزنة اللي أنا مش عارف هما بيجيبوا فلوس من إيه بصراحة. الأندية أخرى عندها طموحات مستقبلية زي سيراميكا كليوباترا وغيرها من الأندية، وبالتالي العدد الكبير من الصفقات هو منطقي وفقا للطموحات. نعم. لكن الفلوس طبعا مبالغ فيها كتير جدا. شايف انه سيراميكا من افضل الفرق اللي ضمت صفقات جديده من نوعيه اللعيبه. كنت لسه حتى بتكلم مع كابتن احمد ناجي وهو خارج على نوعيه اللعيبه اللي جابوها. لا في عناصر مميزه جدا، عنده مدرب كويس، مدرب شاطر وبيعرف يقرا. المصري برضو عنده بعض العناصر الطيبه. نعم. يعني ايهاب جلال برضو مدرب بيفهم طبعا، واتظلم. نعم. انا شايف انه اتظلم، واصر دايما على موقف ان هو اتظلم. كمان اسوان حتى مع الكابتن ربيع ياسين يبدو ان عندهم طموحات، جايبين عناصر كتير جدا. والله هما الاثنين شاطرين، ربيع في الملعب وهيثم عرابي خارج الملعب. صحيح. للامانه ده واضح جدا. النهارده جابوا عمرو حسام من حراس كويسين جدا، وعاملين حاله في اسوان. صحيح. وفي التفاف جماهيري حواليهم. يبدو ان احنا امام موسم قوي. وفي انديه لو ما لحقتش نفسها بدري اللي حصل السنه اللي فاتت مش هيحصل تاني. المنافسه شكلها عامل ازاي؟ حد يدخل جديد؟ حضرتك سالتني في ابو ظبي في كاس العالم للانديه. ايوه. سؤال مهم جدا انا فاكره طبعا. لما قلت لك كنت مع الاستاذ محمود صبري الاستاذ الكبير. نعم. حضرتك سالت سؤال واضح، هل ممكن اللي يحصل على الدوري فريق الاهلي والزمالك؟ فانا حتى رد تلقائي سريع. قلت مستحيل. صحيح. ربما برضو انا ممكن اتمسك بنفس الفكره واقول ان الدوري اهلي وزمالك برضو.